تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء صبحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. مثل ما عودناكم في كل حلقة من حلقاتنا بنتطرق لأمور طبية وصحية تهمكم وتفيدكم، ويسرنا استقبال استفساراتكم ومداخلاتكم وكذلك اقتراحاتكم على أرقام التواصل يانا في البرنامج. قبل ما أذكركم برقم التواصل، أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد حسني البلاونة، في التنسيق مير المري، وفي الإخراج أيمن سرحيل. صباحكم الله بالخير جميعا، وحدثتكم الدكتورة عاش البسطي. يشاركني اليوم الحلقة إن شاء الله زميل عبد الله جمعة. صباحك الله بالخير عبد الله. صباح النور والسرور، الله يحييك. كيف حالك دكتورة؟ الحمد لله الحمد لله. اليوم إن شاء الله تشاركنا في تقديم الحلقة إن شاء الله. إن شاء الله مثل ما عودناكم مستمعينا بنتطرق لأمور طبية وصحية. قبل ما نتطرق الأمور لمواضيع حلقتنا لليوم، أذكر برقم التواصل 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. مثل ما عودناكم أول فقرة من فقراتنا بتكون اهتمامات السوشيال ميديا وأقلب ما يدور فيها، ويانا زميلتنا أسماء الجناحي. صباحك الله بالخير أسماء. صباحكم الله بالنور والسرور عليك دكتور، على كل المستمعين مستمعي إذاعة نور نور دبي. صباح الخير والسرور. صباح اليوم هو يصادف اليوم العالمي للصحة النفسية، وفي والهاشتاج الإنجليزي لـ World Mental Health Day. نعم. هو يتصدر الترند في دولة الإمارات، فهناك الكثير من يعني الأشخاص الموجودين وحساباتهم في الإمارات قاعدين يشاركون في الوسم الإنجليزي وهو World Mental Health Day. في اليوم العالمي للصحة النفسية، هيئة الصحة تركز في قنوات التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية في الضغوطات اليومية اللي يمارس يعني اللي تصير عندنا في حياتنا. شو هو الشيء اللي ممكن أنت تتجنبه أو ممكن فيه تخفف الضغوطات النفسية؟ راح نحط بعض النصائح وبعض اللي يسمونه التبس اللي لها علاقة في هذا الموضوع. لكن أبرز الأشياء ممارسة الأشياء اللي نحن نحبها على الأقل لو ساعة واحدة في اليوم، أو يكون عندك المي تايم. حتى الصحة الجسدية ممكن تأثر أيضا على الصحة النفسية. إذا ما عندك نوم كافي، إذا ما تشرب وايد ماي، هاي ممكن تأثر وتزيد نسبة الاسترس عندك. يعني مو شرط أن الاسترس يكون بس أن الدنيا ضغط، لا، أيضا إذا كان صحتك مش بخير ممكن يزيد عندك الضغط النفسي. صحيح. فاليوم إن شاء الله حاطين بعد بعض النماذج، وتواصلنا مع بعض الأشخاص قابلناهم كيف هم يتخطون الضغوطات النفسية. أيضا نحن مستمرين في جويستكس ونعرض أبرز الأشياء في قنوات التواصل الاجتماعي للأشياء الموجودة في جويستكس. وأيضا حطينا نصيحة وايد مهمة من الكل يشوفها عن غسل اليدين، لأن هاي أبسط الطرق للحماية من الأمراض. وايد أمراض يتل عند الناس وفقط منهم غسلوا أيديهم. صحيح. ونختم برسالة الصباحية، جد التوازن بين عملك وحياتك الخاصة، فكل ما خلط بينهما كل ما زادت الضغوط عليك. ودمتم بصحة وسعادة. ودمتم بصحة وسعادة أسماء الجناحي، شكرا لك. موضوع ذكرته أسماء اليوم صح يصادف 10 أكتوبر، يصادف اليوم العالمي للصحة النفسية. طبعا الصحة النفسية من أهم يعني لها أهمية كبيرة لكل شخص موجود، يعني صغار الكبار، لكل الأعمار ولكل الأجناس. النقطة الثانية غسل اليدين، مو بس يعني غسلت يدي، طريقة غسل اليدي وأتأكد أني غسلتها بطريقة صحيحة. ننتقل للفقرة الثانية اللي هي فقرتنا التوعوية، ويانا اليوم الأستاذ عاش الحمادي وبنتكلم أكثر عن خرافات غذائية. صباحك الله بالخير عاشة. صباحك الله بالنور دكتورة.
حابين نتعرف أكثر وأكثر بخصوص الخرافات الغذائية. أوكي، الخرافات الغذائية هي تنتشر طبعا بين أفراد المجتمع عن طريق السوشيال ميديا والجمعات بين الأهل والأصدقاء، وبعضها يؤدي إلى نتائج مغلوطة تأثر على صحة الفرد بشكل سلبي. فحبيت أتكلم عن 4 خرافات منتشرة بشكل كبير. نعم. أول خرافة هي عن النشويات أو الكربوهيدرات أنها تزيد الوزن. طبعا نقصد فيها العيش، المعكرونة، الخبز، البطاط، الفواكه. نعم. والخضروات أيضا تحتوي على نسبة من النشويات، فإذا أخذنا النشويات بحصص متوازنة واللي الجسم يحتاجها ما راح تتحول للدهون، أما زيادة السعرات الحرارية والكميات هي اللي راح تتحول للدهون. فانقاص الوزن يعتمد على كمية الطعام أكثر من نوعيته، لأن يعني كل شيء راح ناكله يا يستفيد منه الجسم أو يخزنه، سواء كان نشويات أو بروتينات أو دهون، فلازم نواجه في غذائي. بالنسبة حق ثاني خرافة، أن السكر البني هو أفضل من السكر الأبيض. الكثير يتناول ويفضل السكر البني لأنهم يعتقدون أنه صحي أكثر ويخفف الوزن أكثر يعني من السكر الثاني في نفس الوقت، صحيح، لأنه يقارنونه بالخبز الأسمر. صحيح. ففي الحقيقة أن السكر البني هو عبارة عن سكر أبيض بس مضاف له دبس السكر، والسعرات الحرارية للأبيض والبني نفس الشيء، 15 سعرة حرارية في الملعقة الواحدة، فما في فرق بينهم تقريبا. بالنسبة لثالث خرافة، هي مشروبات الطاقة هي الحل الأفضل للحصول على الطاقة. مشروبات الطاقة راح تعطينا جرعة من النشاط والطاقة لفترة زمنية قصيرة لاحتوائها على نسبة كبيرة من الكافيين، لكن مع هالجرعة من النشاط راح يسبب الكثير من المضاعفات مثل زيادة دقات القلب، الأرق، مشاكل في الجهاز الهضمي والكثير من المشاكل الصحية اللي نحن في غنى عنها. فمشروبات الطاقة تحتوي على نسبة كبيرة من السكر، العلبة الواحدة تحتوي على 14 خاشوقة سكر، والحد اليومي المسموح فيه عادل 6 إلى 9 ملاعق يوميا بس، يعني كمية كبيرة. إيه، فهو يعتبر حل مؤقت مع مضاعفات خطيرة جدا تضر جسمنا وصحتنا. فالحل المثالي للحصول على القدر الكافي من الطاقة هو في التغذية السليمة المتوازنة والحرص على النوم 7 إلى 9 ساعات يوميا، مع المحافظة على ممارسة الرياضة وشرب 8 أكواب من الماء يوميا. صحيح. ومعظم يعني ليه ما يسترد الواحد طاقته وترجع لطاقته الطبيعية أو طاقته السابقة بيحتاج الوقت شوية يعني، بس يمكن طبعا معظم الناس تفضل أن كمشروب طاقة أن في نفس اللحظة تعطيه الطاقة. صح. هو صح، بس إذا بيدورون شيء يعطيهم طاقة كحل سريع، إحنا بصراحة نفضل القهوة أكثر من مشروبات الطاقة. ممتاز. لأن القهوة عالية بمضادات الأكسدة وفيها فوائد للجسم أكثر من مشروبات الطاقة اللي راح تضرهم أكثر من أنها تفاحهم. مرحبا أختي عاشة وياك عبد الله. أنا بس عندي شوية تعليق وأبغي تعطيني رأيك أنت. مثلا اليوم في ثقافة مثل ما أنت تفضلتي موضوع يعني الناس تعتقد بأن السكر البني هو أفضل من السكر الأبيض، ومثل ما أنت تفضلتي أنه في النهاية ترى السكر مجرد يعني أضافوا عليه لون على أساس أنه يكون لونه أسمر، ولكن أيضا هناك في الجمعيات الحين قسم الأشياء الطبيعية الأورجانيك في السكر البني اللي هو سكر القصب، ويستخدمون الحين كثير الناس اللي تهتم في الصحة وفي الانقاص الوزن، فشو تعلقين على هذا الجانب السكر البني اللي هو سكر القصب؟ هو السكر البني بشكل عام أساسا السكر هو خام يكون بني، هذا هو الطبيعي، بس نعم. اللي ينباع لنا حاليا في الجمعيات هو المتكرر، تعرض لعمليات تكرار فطلع منه الدبس وتحول للأبيض، فلينباع الأبيض عقب ينضاف للدبس. أما إذا كانوا هم متأكدين أن هذا عضوي من قصب سكر 100%، فهذا يكون صحي طبعا أكثر. صح. بس أما بالنسبة حق السعرات الحرارية تقريبا هي نفسها متشابهة، ما في فرق بينهم. نعم. صح، الناس وايد تركز على السعرات. صح. الحرارية. صح صح. وانت اضفتي نقطة كثير جميلة اختي عاشة، بان هناك يعني الكثير من الناس عندها ثقافة ان يعني انا خلال هذا الشهر 3 شهور بمتنع عن النشويات على اساس انها هي تزيد في الوزن، ويركزون على البروتينات او على السلطات وما شابه ذلك. فمثل ما ذكرتي هي مفروض ان الانسان يعني قبل لا يخطي يعني اي خطوه في مجال انقاص الوزن لابد انه يكون عنده علم وعنده ثقافه كامله انه كيف يبرمج نفسه خلال المده انه يعني ينقص الوزن، بحيث انه حتى الجسم ما يتاثر. مرات يعني تستوي يعني اعراض جانبيه
بسبب قلة خبرة الإنسان هذا أنه كيف نقص وزنه، ويمكن ما أعطى الجسم حقه في نوعيات كثيرة من الأشياء اللي يحتاج الجسم، سواء بروتينات أو نشويات أو ما شابه ذلك. صح، هو في أغلبية الحالات حتى اللي نشوفها في العيادات يستوي الجسم رد فعل عكسي من كثر الحرمان، عقب ما يحرق يبدأ يخزن كل شيء ينأكل حتى إن كان صحي بكميات قليلة. صح. فعشان كي احنا نحاول ان ياكلون كميات متوازنة قليلة، بس انهم ما يمنعون نفسهم 100%. صحيح. الخرافة الرابعة عاشة. الخرافة الرابعة والاخيرة ان الدهون جميعها تعتبر ضرر للصحة. طبعا يوجد نوعين من الدهون، هي دهون صحية ودهون غير صحية. الصحية هي عبارة عن دهون غير مشبعة تمد الجسم بالطاقة وتساعد في بناء واصلاح الخلايا وتساعد في انتاج الهرمونات اللي يحتاجها الجسم، لكن يجب الابتعاد عن الدهون الضارة كالدهون المشبعة والمتحولة الموجودة في الزبدة، منتجات الألبان كاملة الدسم، والعديد من الأغذية المصنعة لضررها على الجسم وتسبب في ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم، فهو يعتبر السبب الأول لأمراض القلب وانسداد وتصلب الشرايين. فلازم يركزون على هالنقطة. من الدهون الصحية نقدر ناخذ المكسرات، الأفوكادو، زيت زيتون، فهي وايد راح تساعدنا. صحيح. في النهاية أنصح المستمعين في التأكد من المعلومات اللي يسمعونها من أخصائيين التغذية أو الطبيب المختص قبل يطبقونها في نظامهم اليومي. صحيح صحيح. ونشكرك عاشة أنك ذكرتي خرافات جدا منتشرة والناس وايد معتمدة عليها، يعني هذه الأربع خرافات اللي هي النشويات تزيد الوزن، السكر البني أفضل من السكر الأبيض، ومشروبات الطاقة تمد الجسم بالطاقة، والخرافة الرابعة أن كل الدهون غير صحية للجسم. أستاذة عاشة الحمادي أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. العفو. شكرا اختي فاطمة، قصرتي. هذه كانت فقرتنا بخصوص الخرافات الغذائية، والأستاذة عاشة ما قصرت ذكرت أكثر أربع خرافات يمكن الجميع يتطرق لها، ويمكن الجميع معتقد فيها وصدقنا ومسشنها في حياتك. صح. كذلك أهم شيء الاسم، يعني اختيار الاسم كان موفق. وأهم شيء صح، واختيار الاسم وايد يجذب الشخص. نعم. أن يسمع أنا أكثر وأكثر. مستمعين الكرام طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل ويانا 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. يانا سؤال عن طريق الرسائل النصي، الجسم محتاج 8 أكواب يوميا، والسؤال كم يحتوي الكوب الواحد من كمية المياه؟ الأكواب تلقون عليها مرات يعني ينكتب عليها 250-215 ملي، يعتمد على حجم الكوب. في أكواب طبعا كبيرة تحتوي يمكن على 500 ملي، وفي أكواب طبعا صغيرة 100 ملي، فمعظم الأكواب ينحصر فيها كم الملي اللي موجود فيها. وكنسبة قياس بسيطة يقدر الواحد يبدأ بـ 500 ملي ويقيسه على الكوب، يطلع له بالضبط يعني بالنسبة لي 500 ملي ماي كم كوب الكوب اللي يستخدمه الشخص، لأن كل واحد فينا استخدامه للكوبات مختلفة، فمعظم الكوبات تكون 250 أو 250 ملي لتر. وصلنا لفقرتنا الثانية، واليوم إن شاء الله تختتم هيئة الصحة بدبي مشاركتها في فعاليات معرض جايتكس 2019 وسط إقبال كبير على منصتها اللي استعرضت خلالها حزمة من مبادراتها ومشاريعها الذكية طيلة أيام المعرض. للتعرف على مشاركة الهيئة بشكل عام في المعرض يسرنا يكون ويانا اليوم عبر الهاتف الأستاذ وليد الظهوري، رئيس قسم تطوير التطبيقات بهيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير أستاذ وليد. صباحك الله بالنور والسرور دكتورة، كيف حالك؟ الحمد لله الحمد لله. اليوم إن شاء الله بتختتمون مشاركات الهيئة فعاليات معرض جايتكس 2019. طبعا اليوم هو آخر يوم طبعا لعرض خدماتنا، آخر خدمات الهيئة اللي تبقتها طبعا. نعم. الخدمات الهيئة دون تسعى طبعا لتقديم أفضل الخدمات الطبية سواء تتواكب مع أحدث التكنولوجيات المستخدمة عندنا نحن. صحيح. هيئة الصحة في دبي السنة هذه عرضت تطبيق دبي هيلث بوكينج لحجز المواعيد القطاع الحكومي والخاص لتبسيط طبعا على مخلة بوابة واحدة لدبي، تقدرين تحجزين موعد مع عيادة حكومية مع عيادة خاصة، والاستخدام طبعا بسيط وسلس. نعم.
وبعد كذلك هيئة الصحة عرضت السنة هذه الذكاء الاصطناعي. نعم. الذكاء الاصطناعي فيه هو مشروع ابتكاري جديد مجموعة من الشباب اشتغلوا عليه يقيس من صوتك أنت ولا من خلال المحادثة هل عندك أنت اكتئاب ولا عندك هذا ويعطيك وصيك لأقرب دكتور كيف توصل مع دكتور يعني تغلب على هذه التحديات. نعم. بالإضافة لذلك هيئة الصحة أطلقت نظام شفاء. نظام شفاء هو نظام العلاج بالخارج من خلال أتمتة جميع العمليات السابقة. قبل سابقا الشخص كان يطلب أن يزور الهيئة لكن الحين بشكل كامل وسلس حتى هو برا على البلاد يقدر من خلال النظام يتابع حالته ويتابع طلبه طبعا من خلال تقديم الطلب متابعة حالة الطلب الإجراءات الداخلية مؤتمتة تتماشى مع متطلبات الحكومة اللاورقية. نعم. وتبسيط الإجراءات مع طبعا الهيئة ولا من خلال شركاء نفسهم لتقديم الخدمة من سواء الدوائر الحكومية الثانية ولا الجهات الحكومية الثانية طبعا. نعم. وبعد كذلك نحن عرضنا السنة هذه كيف نحن أثمتنا إجراءات داخلية في موارد البشرية. ممتاز. أطلقنا روبوت جديد للأشار موارد البشرية وبعد كذلك عدنا نحن الاستدامة كمفهوم الاستدامة السنة هذه للهيئة وعرضنا الدرون اللي من خلاله تقدر تحافظ الهيئة على استدامتها ومزيد من الأمور كذلك. بالإضافة لذلك بعد الهيئة أطلقت نظام التظلم والشكاوي طبعا لموظفي الهيئة. نعم. نظام تقني جديد فكرة جديدة برؤية جديدة ما يخدم مساعدة الموظفين تطبيق الهيئة الرئيسي بالإضافة للخدمات الجديدة اللي نحن أطلقناها للتعريف بالتطبيق بشكل أكبر وتواصل مع الجمهور واستماع لملاحظات الجمهور نفسهم في المعرض. وبعد الإضافة لذلك عندنا نحن بعد تطور جديد لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بحالة المريض تدهور حالة المريض أساساً لا سمح الله لو عندنا مريض في المستشفى بنتنبأ إن شاء الله بحالته قبل ما تدهور ويصير وضع خطر وطبعا التدخل يكون أصعب بكثير وايد. صحيح صحيح. والحمد لله الإقبال السنة هذه قاعدنا نحن كبير في ناس كثير أبدوا يعني أجابوا بالخدمات الذكية في ناس أعطونا ملاحظات إن شاء الله هالملاحظات بتنخذ بعين الاعتبار بعد إن شاء الله في المستقبل والحمد لله يعني المشاركة كانت ممتازة جدا للسنة هذه. ممتاز ممتاز. وهذه لأهمية المواضيع اللي انطرحت خلال هذه السنة في معرض جايتكس وكذلك التطبيقات يعني التطبيقات جدا كانت مهمة وتخدم أفراد المجتمع عامة وبالأخص وكذلك الموظفين موظفين الهيئة. طبعا تخدم جميع فئات المجتمع طبعا سكان دبي وبعد خارج إمارات دبي وطبعا كموظفين نحن دوم نطمح لنكون أسعد الموظفين إن شاء الله في دبي إن شاء الله إن شاء الله. أستاذ وليد بالنسبة لي هذه طبعا أبرز المشاريع والمبادرات اللي استعرضتها الهيئة خلال أسبوع جايتكس. مرحبا أخوي وليد صباح الخير. صباح النور والسرور. الله يحييك. طبعا مثل ما ذكرت أخوي وليد أن الهيئة السنة هاي يعني أطلقت الكثير من البرامج سواء في أتمتة المعلومات أو يعني مبادرات اللي هي الذكاء الاصطناعي. طبعا من أبرز المواضيع اللي هي دبي هيلث بوكينج. طبعا هذا مشروع حيوي ومشروع يعني كبير ومثل ما ذكرت الدكتورة عاشة أنه بيخدم يعني فئة كبيرة من مستخدمين يعني مثلا سواء هيئة الصحة وأيضا مثل ما أنا أعرف أنه بيكون داشين أيضا الجهات الخاصة المستشفيات الخاصة في هذا النظام. أخوي وليد لو بتوضح أكثر يعني عن هذا الموضوع تفاصيل أكثر عن هذا البرنامج الحيوي اللي أطلقته هيئة الصحة في معرض جايتكس 2019. طبعا هو أطلقنا الهيئة بداية السنة هذا المشروع وتحسينات كثيرة نزلت على هذا وأطلقنا المزيد من التحسينات على النظام نفسه في جايتكس السنة هذه. نعم. طبعا التطبيق هذا موجود على الأندرويد والآب ستور. من خلال التطبيق هذا بكل سهولة وكل بساطة تقدر تبحث عن دكتور في دبي تقدر عن المشتاة الصحية في دبي بما يتناسب مع الموعد اللي ناسب كنته بالتخصص اللي ناسب كنته بشكل أسهل وبشكل سلس بشكل إلكتروني وبشكل ذكي مفصل. نعم. يعني وبعد كذلك متوفر باللغتين. نعم نعم. ممتاز أنه لسهولة يعني استخدامه كذلك أنه متوفر بأكثر من لغة. نعم. أستاذ وليد طبعا من أهم حاب أضيف. نعم. بعد إذا حاب تدور على عيادة في مثلا المكان قريب لك أنت لو كنت سايح برا البلاد يعني طبعا دبي هي معروف أنه
وطلعت ارقام حديثه مؤخرا بالنسبه للسياحه في دبي، السياحه الصحيه اتكلم عنها بشكل خاص. نعم. طبعا هذا التطبيق يخدم بشكل كبير السياحه الصحيه في دبي، يعني مقدم خدمات دبي بشكل سلس، يعني ما له داعي انت تبحث عن خدمه معينه، يعني من خلال تطبيق واحد انت تحجز مواعيد مع طبيب وتطلع على المنشات الصحيه، وبالعكس بعد ان شاء الله بيكون فيها تصنيف المنشات الصحيه بعد كذلك. وايضا البرنامج هذا بيضيف يعني على يعني توجه الحكومه واستراتيجيه هيئه الصحه بان دبي تكون يعني اماره تستقطب السياحه العلاجيه. لذلك بعد الشراكة مع القطاع الخاص. والشراكة مع القطاع الخاص هذا شيء كبير كذلك. وأنا أدري أخوي وليد أنت لك يعني حضور مميز في المعرض، في معرض جايتكس، جزاك الله خير يعني ما قصرت. مشكور أخوي عبد الله. أستاذ وليد، طبعا من أهم التطبيقات كذلك اللي انعرضت في المعرض اللي هو تطبيق الموحد لهيئة الصحة بدبي DHE، فحابين نتعرف أكثر عن أبرز الخدمات اللي يتضمنها هذا التطبيق. عندنا نحن طبعا مجموعة من الخدمات الكبيرة. نعم. في خدمات موجودة أطلقناها في جايتكس نفسه وعرضناها في جايتكس نفسه، كنت أتمنى الجمهور يمر علينا ويحضرون لو حاب يستفسرون أكثر. عندنا نحن تطبيق خدمات المرضى. نعم. إنزين، من خلال خدمات المرضى أنت تقدرين تطلعين على مواعيدك، تقدرين تطلعين على الأدوية اللي قاعدة تأخذينها الحين. نعم. وبعد نتائج تحليل المختبر، وطبعا من هذه الخدمات اللي أكثر الخدمات كانت مرغوبة عندنا بالنسبة لنا. وبعد إضافة أثرات الأسرة، مثل ما قلنا أن الشخص يقدر يضيف أثرات سواء كان طفل عنده في البيت وما يقدر يستخدم الخدمات الذكية، ولا عنده كبير بالسن يرعاه في البيت يقدر من خلاله يطلع على مواعيده وأدويته بعد نتائج التحليل المختبر. صحيح. بالإضافة لذلك عندنا نحن تبرع بالدم من خلال تطبيق نفسه، هذا يقدر الشخص يشوف مراكز تبرع بالدم، قليل التبرع بالدم كمواد تثقيفية بالنسبة للتبرع، وبعد كذلك تعبئة الاستمارة الذكية للتبرع، بالإضافة لذلك بعد يكون يسجل كمتبرع للهيئة، يعني يسجل فصيلة الدم وبيانات التواصل، إذا الهيئة احتاجت فصيلة الدم معينة ممكن التواصل وياها بشكل مباشر وتبلغها أن نحن محتاجين فصيلة الدم على أساس نوصل شخص معين، وبالعكس هذا بيشجع الناس، وبعد من خلال يقدر الشخص يشوف نتائج فحص اللياقة الطبية. ممتاز. إنزين، أخبار الهيئة، أحدث أخبار الهيئة، مواد تثقيفية في الهيئة، تسجيلات، وهذا كله معينة. نعم، وهذا كله تحت تطبيق واحد، وهذا جدا عاطي أهمية للتطبيق وسهولة في الاستخدام. طبعا التطبيق باللغتين متوفر، العربية والإنجليزية، متوفر على الأندرويد والأبل ستور، في بعد تقدرين تتصلين مع الهيئة كاقتراح، كشكوى، كملاحظة. ممتاز. عندك بعد تعرفين على مواقع منشآت الهيئة، مواقع المنشآت والأطباء في القطاع الخاص والقطاع الحكومي بعد كذلك. ممتاز. وتقدرين تواصلين كمحادثة مباشرة مع الهيئة بعد، والاطلاع طبعا على قنوات الهيئة بشكل عام. ممتاز. وهذا كله نفس ما قلنا تحت تطبيق واحد وسهولة الناس أنهم يستخدمونه كذلك. الأستاذ وليد الظهوري، نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. الله يوفق الجميع إن شاء الله. أستاذ وليد الظهوري، رئيس قسم تطوير التطبيقات بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. كان ويانا الأستاذ وليد الظهوري، رئيس قسم تطوير التطبيقات في هيئة الصحة بدبي، وتطرقنا لاختتام مشاركة الهيئة بمعرض جايتكس لليوم. مستمعين الكرام، طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكر برقم التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. بنرجع مرة ثانية لمشاركات هيئة الصحة بدبي فعاليات معرض جايتكس 2019، وضمن هذه الفعاليات هيئة الصحة بدبي تستعرض نظام فوترة الحسابات المعروف بمساعد AR، واللي يتم من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال فوترة الحسابات لكافة الجهات الحكومية. وبنتعرف أكثر وأكثر عن استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال المطالبات المالية كذلك. ويانا اليوم عبر الهاتف الأستاذ عبد الرحمن سلطان، مدير إدارة الشؤون المالية بهيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير أستاذ عبد الرحمن. صبحك الله بالنور. مرحبا أخوي عبد الرحمن، صباح الخير. صباح النور على أخوي عبد الله. الله يحييك.
أستاذ عبد الرحمن، حابين ناخذ فكرة عامة عن النظام. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء بغيت أبدأكم أشكركم على هذه الاستضافة، وبغيت أبدأ ضمن سلسلة أتمتة الإجراءات المالية في الإدارة المالية من خلال نظام ساعد. هذه سلسلة من أتمتة الإجراءات، فنحن بداية بدينا في مساعد AP. نعم. مساعد AP عبارة عن فوترة للموردين، هاي كانت المرحلة الأولى. فالحمد لله اليوم وصلنا للمرحلة الثانية، هو مساعد AR. هذا يعتبر موظف ذكاء اصطناعي عندنا في الإدارة المالية، هو موظف كمحاسب في الإدارة المالية، يقوم بعمل الفوترة للعملاء دوائر الحكومية، وذلك عن طريق استخدام النظام الحديث. هذا المساعد يقوم مراجعة وتعديل فواتير والعمل على اعتمادها. ممتاز. والحمد لله يعني احنا قبل ما نبدأ مساعد كان تقريبا فوترة عمل الفوترة بشكل تقريبا شهري في أول الشهر. عارفين احنا نسحب التقارير من 3 أنظمة. نعم. يعني نظام سالم، نظام سلامة، وشريان. فإن 44 دائرة، تعرفون تسمعها بالتقرير، من 44 دائرة، وكم الموظف تحت الدائرة يأخذ تقريبا 7 أيام عمل، وتقريبا 4 موظفين يشتغلون يمكن يوميا يمكن من سبع لين 8 ساعات. فالحين هذا تقريبا نظام ساعد وفر لنا الوقت والجهد تقريبا في يوم واحد، ويشتغل 24 ساعة، مجرد انك تبرمجه وتحطه ويسوي لك الفواتير ويجهز لك اياها تقريبا لكل دائرة، منظم ومعتمد، وتقريبا مثل ما تقول نسبة الأخطاء فيه صفر، يعني الأخطاء البشرية غير موجودة. ممتاز. وهذا عطى أهمية كبيرة سواء للهيئة أو متعاملينها كذلك. نعم. أخوي عبد الرحمن، طبعا هاي من ضمن التوجه هيئة الصحة وأنظمتها يعني بخصوص الذكاء الصناعي. طبعا استراتيجية هيئة الصحة يعني استخدام الذكاء الصناعي في الخدمات أو أتمتة بعض الإجراءات على أساس أنه يسهل يعني العملية للمتعاملين. شو الأهداف لو تكلمنا أخوي عبد الرحمن شوي، الأهداف اللي أنتم تسعون من خلالها لتطبيق هاي الأمور من الأنظمة الذكية أو أتمتة الإجراءات عندكم؟ أول شيء مواكبة استراتيجية إمارة دبي 2021 مالية دبي بلا أوراق، هذا نحن ضمن استراتيجية حكومة دبي. ثانيا رفع الجودة وتقليل التكلفة. تقليل التكلفة والوقت. نعم. أوكي. طبعا أستاذ عبد الرحمن، أكيد جهات كثيرة مستفيدة من هذا النظام، فشو هي الجهات اللي أو عدد الجهات المستفيدة منه؟ الجهات تقريبا 44 جهة، جميع الدوائر الحكومية التي تستخدم نظام GRP عنها. نعم. بالإضافة إلى جميع عملائنا المحلات المستأجرة عنها للهيئة. نعم، للهيئة. طبعا لكل نظام مميزات، فممكن تعطينا مميزات النظام وكذلك دوره في رفع كفاءة الإجراءات المالية. طبعا الإجراءات المالية إجراءات جدا حساسة وتحتاج لدقة في أن الواحد يسويها أو أن تطلع بدقة معينة، فممكن نتحدث أكثر عن دور هذا النظام في رفع هالكفاءة؟ النظام تقريبا سهلنا موضوع ان اليوم ترى تعرفون اليوم التقارير الماليه والفواتير وايد حساسه. نعم. بقول لك مثال، يعني اليوم انا بحط فاتوره في بعض الفواتير، احط اسم موظف من عملائنا مثلا جاء تقدم خدمه تعالج عندنا، وحطيته لدائره ثانيه، يعني حطيته تحت حساب بند دائره ثانيه. فاليوم تقاريرنا بتاخر، ان اليوم بحول الفاتوره للاداره الماليه بتي بتقول فلان هالاسم مش موجود عندي انا في الدائره، فتنجبرين انك تردين تعيدين الفاتوره. والشيء الثاني انك انت هذا الشخص بدل ما تحطينه في مكان ثاني الحين بتحطينه بتردينه الشهر اللي عقبه
بتحطين فاتورة الهيئة الصحيحة مثلا الدائرة الصحيحة، فأنت مثل ما تقولين بتأخرين تقاريرك، والتقارير بتكون ماشية مصداقية مع الدائرة اللي تعملين معها. فالحين النظام دايركت خلى فيه نظام مشترك بيننا وبينهم، لأنه يسحب التقارير من الأنظمة اللي عندنا دايركت بنظام الجي آر بي الخاص بحكومة دبي. ممتاز الحمد لله. يعني قبل كنا نعاني في هالأشياء بالعكس، للدوائر الثانية. ودائما تعرفون أنت في الفوترة تحصل مثلا أخطاء بشرية، فالحمد لله نحن طلعنا الأخطاء البشرية الحين الحمد لله، كسوي النظام سوي اشتراك من الأنظمة اللي عندنا بالأرقام، رقم الهوية ورقم البطاقة الصحية ورقم الوظيفي بعد. ممتاز. وهذا الشيء بعد بيخفف على سواء الموظف سواء الدائرة الوقت اللي يحتاج الموظف حتى أن يخلص المعاملة نفسها. اي نعم. وبعد بيريح المسؤول هني انه يعطيه تقارير دورية زين، وهو ما بيستخدم الأوراق، لأن قبل كنا في أوراق تستخدمينها كفواتير، خلاص الحين بيكون اوتوميتد يوم في السيستم، يعني طرش لك الإيميل، وبعد يوم الموظف يعطيك ألارت لحال انه ما تم الدفع، يعطيك تقرير حق المسؤول يقول لك مثلا في بعض الدوائر تأخرت عن الدفع، هذا احنا في المالية نسميه ايجنج ريبورت، متابعة دورية. نعم اخوي عبد الرحمن، من خلال حديثك وشرحك يعني الصراحة المميز عن الأنظمة هاي، ومثل ما ذكرنا نحن أن هاي الأنظمة دائما يعني تفيد المتعاملين، سواء يعني المتعاملين الداخلين للهيئة أو المتعاملين الخارجيين. وأنا أعرف أن الهيئة لها استراتيجية واضحة بالنسبة لاستخدام الذكاء الصناعي أو أتمتة المعلومات بالنسبة للخدمات اللي موجودة. لو تحدثنا بالنسبة لإدارة الشؤون المالية، أنتم عندكم أكيد لكم خطة معينة يعني لتطوير هاي الخدمات، كم نسبة الإنجاز اللي تم يعني عملها في الوقت الحالي، وكم النسبة المتبقية بالنسبة لهاي المواضيع؟ أخوي عبد الله، اليوم نحن الدائرة المالية تعرفون أنتم نحن شغالين مع الدائرة المالية وحكومة دبي الذكية، وعندنا فريق مختص هنا، وتقريبا نحن يمكن من أوائل الدوائر اللي تعاوننا مع الدائرة المالية والحكومة الذكية في كأول دائرة تطلق مبادرة مالية بلا أوراق. نعم. هذا تقريبا في 2017. صح. عرضنا هذا الموضوع في معرض الإنجازات، والحمد لله تواصلا مع هذا الإنجاز سهلنا أن نطلق مساعد AR AB. صح. اللي هي فوترة. هذا مساعد AB يخدم قسم كامل عندنا اللي هي قسم المدفوعات، والحمد لله حين انتقلنا المرحلة الثانية اللي هو مساعد AR يخدم قسم المقبوضات عندنا، وإن شاء الله إحنا ماشيين تقريبا واصلين 80%. زين. 80% من هالمرحلة، والحمد لله إن شاء الله سائرين تقريبا 100% لأتمتة البرامج عندنا في الإدارة المالية. نعم. وأيضا لاحظتنا من خلال معرض جايتكس أنه كان في إقبال كثير على المنصة، بالأخص مساعد أيضا من الدوائر الحكومية الثانية. يعني بالعكس، يا أن الدائرة المالية الحمد لله، أن الدائرة المالية مثل ما تقول عجبتهم الفكرة. نعم. وطلبوا منا اجتماع اللي يسون بعد يتناقشون يانا بالموضوع، ويحاولون يعمونا على الدوائر الثانية. جميل جدا انه بيكون كانه نظام، وممكن يعني تستفيد منه الدوائر الحكوميه الثانيه في امارات دبي، وهذا يعكس اهميته. نعم. كذلك بالضبط. اي نعم. ولو ما كان بهالاهميه كان ما جذب اعداد كبيره كذلك للمنصه خلال فتره جايتكس. نعم. وايدين في المجال المالي وطلبوا منا اجتماعات بخصوص الموضوع هذا مساعد. ممتاز. أستاذ عبد الرحمن، كلمة أخيرة توجهها لجمهورنا خلال برنامج. والله أحب أشكر القيادة العليا على دعمها هنا في أتمتة البرامج واستخدام التكنولوجيا الحديثة، والحمد لله يعني وصلنا قدمنا مرحلة كبيرة في أتمتة البرامج، وجمهورنا إن شاء الله بيشوف الفرق في نظام مساعد AR إن شاء الله مستقبلا. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله بعد. إن شاء الله. إذا في أي ملاحظة أي شيء بخصوص البرنامج نحن ساعة الراحب نقدر نرسيهم. إن شاء الله. نتمنى لكم كل التوفيق أستاذ عبد الرحمن.
آمين إن شاء الله. شكرا أخوي عبد الرحمن ما قصرت. شكرا أستاذ عبد الرحمن سلطان مدير إدارة الشؤون المالية بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. كان ويانا الأستاذ عبد الرحمن سلطان مدير إدارة الشؤون المالية بهيئة الصحة بدبي، وتحدثنا عن استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال المطالبات المالية والنظام الفوترة الجديد اللي انعرض خلال فترة جايتكس اللي هو مساعد AR. مستمعينا طبعا مثل ما عودناكم عندنا دراسة نخبركم فيها في معظم حلقاتنا خلال البرنامج. دراستنا اليوم تقول دراسة تحذر من نقص النوم لمرضى السكري والضغط. توصلت نتائج دراسة جديدة إلى أن مرضى السكري والضغط اللي ينامون 6 ساعات في اليوم أو أقل يتضاعف لديهم خطر الوفاة بأمراض القلب والسكتة، ويعتبر السكري وارتفاع ضغط الدم من أكثر الأمراض المزمنة انتشارا حول العالم حاليا بسبب انتشار العادات الغذائية الغربية وقلة الحركة والنشاط نتيجة الجلوس طول اليوم ونقص النوم. واعتمدت الدراسة الجديدة اللي أجريت في جامعة ولاية بنسلفانيا على تحليل بيانات 1600 شخص، يعني ما بعدد قليل، عدد كبير عبد الله من ناحية الدراسة نفسها، 1600 شخص أعمارهم بين 24 و74 سنة، يعني ما حددوا عمر معين أو فئة معين، الأعمار تفاوتت يعني من الشباب وكبار السن، وكانت نسبة النساء 52% من مجموع المشاركين. ونشرت نتائج الدراسة في Journal of the American Association، وربطت أبحاث الدراسة بين عوامل إصابة بالسكري أو بارتفاع الضغط وبين نقص ساعات النوم وتأثير ذلك على صحة القلب وخطر الوفاة، وتبين وجود صلة قوية بين النوم 6 ساعات أو أقل وبين تضاعف خطر الوفاة بأمراض القلب لدى كل من مرضى السكري وارتفاع الضغط. ودعت النتائج إلى اعتبار النوم لفترات أقل من الموصى به اللي هو 7 ساعات يوميا من عوامل الخطر الخاصة بأمراض القلب. طبعا النوم له أهمية كبيرة في حياتنا، مو بس أن شيء كعادة الواحد يأخذه، وبعد مو بس أي نوم، يعني في ناس بتقول رقت وخلاص، بس نوعية النوم اللي ينامه الشخص ما بس بأني نمت وخلاص أو وقت معين، لا، حتى الساعات اللي ينامها الشخص صحيح لها دور كبير، لأن دائما إحنا نقول بجودة ساعات النوم صحيح المقصود فيها أن الإنسان أيضا يعني يأخذ قصد يعني كافي من النوم. وكثير من الأوقات تعرفين دكتورة أن دائما الدكتور وسواء كان يعني الطاقم الطبي يعني يطلب من المريض أن يعني يعيش حياة صحية يعني متوازنة في كل شيء، سواء صحيح يعني في ساعات الوجبات أو النوم، على أساس أنه يعيش يعني نمط حياة صحي. صحيح، وخاصة النوم يمكن الأشخاص بتركز على أدويتها، على أكلها، على شربها، على الرياضة اللي تمارسها، بس صحيح تنسى معظم الأحيان شيء معين اللي هو وشيء مهم جدا وجسمنا يحتاجه، نعم، وهو أبسط واحد والجميع يقدر يسوي اللي هو النوم، وله أهمية كبيرة. أكيد تشوف أكيد مزاج الشخص إذا مو بنايم عدل كيف بيكون، أو إذا ما نام يعني إذا نام وقت متأخر وصحى مو وقت، أو إذا كان نومه حتى لو قلنا 7 ساعات أو 8 ساعات نايم، بس أصلا نوعية النوم كلها متخربطة، مو بنوم صحيح، مو مستمر. صح، وأكثر شيء دكتورة وتلاحظين يعني سبحان الله يبين على ملامح الإنسان. صحيح، يوم الواحد يوصل الدوام تلقيه على طول يقول أنت مو راقد بارحة، فيبين على ملامح وي الإنسان، فالواحد ما يقدر يخش هالشيء فيبين عليه. فالأفضل أن نحن دائما ننصح أن الواحد يأخذ يعني ساعات نوم يعني اللي هي يعني يحتاج الجسم، مثل صحيح ما ذكرنا في البداية أن جودة ساعات النوم، نعم، الجودة تلعب دور كبير، نعم، مو بس أن نمنا وخلاص. وهاي دراسات كثيرة يعني ركزت كذلك على النوم، يعني هذا الجميل في الدراسة أنه ما ركزت بس على الأدوية، ركزت على نمط حياة معين وبسيط والجميع يقدر يسويه، بس يمكن نحن ما بعطينا أهميته بالمعنى الكافي، يعني خاصة النوم. وسبحان الله في عيادات، حتى عندنا عيادة النوم موجودة أصلاً في
هي هيئة الصحة في دبي، ولو مو بأهميتها ما بتكون موجودة هذه العيادة لعلاج اضطرابات النوم، خاصة عند الأشخاص اللي عندهم صحيح اضطرابات، يعني عندهم أرق أو زيادة في النوم أو مشاكل صحية مسببت لهم هذه المشكلة. والدراسة هاي لو تشوفين الدكتورة هم ركزوا على الفئة العمرية من 24 لين 74، وخصوا الدراسة هاي السكري والضغط، لأن السكري يعتبر من الأمراض المزمنة، فيحتاج أن الإنسان يكون عنده يعني إدارة الحالة بشكل متوازن من جميع النواحي. وذكر النوم طبعا يعني يغنيك عن موضوع الأدوية، لأن كثير من الحالات إذا كان الإنسان عنده اضطراب في موضوع عدم الراحة وعدم أخذ الساعات الكافية من النوم يمكن حتى ما يستفيد أصلا من برنامج العلاجي. صحيح. فتلقينا يرجع عند الطبيب ويشوف أنه هو مش مستفيد من العلاج. صحيح. ويكون يمكن يعني القلق وعدم النوم في الأوقات المعينة وأخذ الساعات كفاية يأثر حتى في علاجه. صحيح. بالنسبة للأدوية. صحيح. وهاي النقطة جدا مهمة، لأن الأدوية لها أوقات معينة يأخذها الشخص، ويحتاج تكون نفسيته صراحة مرات الواحد يكون حتى مضايج يقول ما بأخذ الدواء، بس هذا كله يأثر، مو بس بيأثر على يعني نفسية الشخص. صح. بيأثر حتى على الأدوية وطريقة دواء كيف يأخذها وطريقة كذلك المرض، وهاي نقطة جدا مهمة ذكرتها. صح. عبدالله خلال من ناحية. صح. كل شخص وكيف بالنسبة لي أدويته، وهم ركزوا كذلك على النساء والرجال، يعني و52 يعني تقريبا نص العينة كانت نساء، يعني بيأثر على الجنسين، وكذلك الأعمار تنوعت، وهذا يقوي الدراسة أكثر وأكثر، العدد كبير تنوعات الأعمار وكذلك نصهم النساء، وركزوا على الفئتين اللي هم يتعانون من أمراض الضغط وأمراض السكر. وصراحة جدا مهم أن نركز على أشياء بسيطة يمكن في حياتنا ما بعطينا هاي الأهمية الكبيرة، بس تعكس أهمية كبيرة، وهاي الدراسات أصلا أثبتتها، يعني مو بس وطرقنا اليوم العالمي للصحة النفسية. وطبعا نفس ما ذكرنا من ناحية النوم، سبحان الله إذا نومنا كان مخربط أو ما يعني خذينا النوم بطريقة صحيحة مزاجنا تماما يخترب لي نفس اليوم. صح. اللي يكون بعدين دكتورة شيء مهم، إن اللي يسهر دائما تحسين أكثر الناس اللي يسهرون يعني في الليل تكون عندهم عادات غذائية سيئة. صحيح. يعني الأكل في أوقات متأخرة وشرب السوائل سواء المشروبات الغازية فيأثر على صحة الإنسان. صحيح. أثناء وجوده يعني عدم يعني رقاده في الأوقات المعينة. صحيح. وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، إن شاء الله نلقاكم مستمعينا يوم الأحد الجاي، اليوم الخميس، نتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع جميلة وسعيدة، وإن شاء الله نلقاكم الأسبوع الجاي يوم الأحد على نفس التوقيت الساعة 10 الصبح. أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد حسني البلاونة، في التنسيق ميرا المري، في الإخراج أيمن سرحيل، والحين ويانا نمر محمد. شكرا لكم جميعا، واليوم ويانا في الحلقة وشاركني الحلقة الأستاذ عبد الله جمعة. الله يحييك. الله يخليكم. شكرا لكم جميعا، محدثتكم الدكتورة عاشة البسطي، نلقاكم إن شاء الله يوم الأحد الجاي على نفس التوقيت الساعة 10 الصبح، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.